أولا السلام عليكم، مساء الخير. يمكن تواجد في مدينة مكناس، بالضبط في الملتقى الثقافي اللي هو بالمناسبة ديال ذكرى عيد ميلاد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، 19 عام كيصاب هذا. والافتتاح كان يوم رائع، افتتاح كان جميل، كان بزاف ديال الفنانه، كانوا فيه منوعات متنوعه، كانوا فيه فقرات جميله، وكان الجمهور كثير توا، كان حضور جيد زوين. مدينه مكناس راه محتاجاش انا نهضر عليها، مدينه مكناس راه مدينه عريقه، والناس ديال مكناس راه الناس ديال الرياضه وديال الثقافه وديال مدينه مكناس، مدينه الفن، مدينه المآثر التاريخيه. ما تبارك الله مدينه مكناس راه ما محتاجش نهضر عليها. لا ما كاينش غياب. دابا كاين مسلسلات خدمتهم دازو، كان سالف عضره، وكان الدنيا دواره، وكان سوق دلاله، هادو يلا دازو قبل من رمضان. وعندي مسلسل جديد غادي يدوز من رمضان ان شاء الله، سميتو جوديا، شركه ديسكونيكتي ديال صفاء المخرجه ديالنا الجميله. ماشي بالضبط ان بنادم يخدم غير في رمضان، كاينين فكاهيين اخرين. دابا كاينين ناس كوميديين طلعوا دابا من لي زاداك، طلعوا من الكوميديا، طلعوا كاين شباب، وحنا تاعنا راه كاينين بشويه بشويه غادي الحمد لله. اليوتيوب عاوتاني هذا ضروري منه. درت قناة سميتها موتشو، خدام بها مزيان، ما كنقلبش على الربح ولكن كنقلب على المحتوى. كيخدموا معايا فيها ممثلين كبار، منهم زور فليفلا، سي جان بنشقون، خاي ابراهيم، الفنان المقتدر اسمه محمد النيوال، رشيد بنشكارة، واحد مجموعة ديال أمينة بوسيف، رشيدة السعودي، سعد وزاني، بزاف ديال الممثلين اللي كيخدموا معايا في القناة. دابا اليوتيوب راه ولا ضروري، ماشي غادي. دابا كان في الوقت كتشتغل في واحد الحقل اللي هو ضيق، اللي هي التلفازتين المغربية دوزيام ورباط. دابا ولا الاشتغال على الصعيد العالمي في فضاءات كبيرة اللي هي السوشيال ميديا. بنادم راه خدام على راسو، كل واحد كيفاش كيقلب على المحتوى اللي كيخدم عليه وصافي. هذا هو اللي كاين. تحية كبيرة للجمهور المغربي عامة، وتحية كبيرة للجمهور ديال جواد الساح وقناة موتشو خاصة، وتحية كبيرة للقناة ديالكم الجميلة، وتبارك الله عليك حبيبي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.